أهلا بيكو. أول دروس الوحدة الأولى النشاط الزراعي مورده في العالم. في بداية نتعرف مع بعض، الإنسان في بداية حياته بدأ يشبع حاجته من مأكل ومشرب ومسكن، عشان كده بدأ يفكر في ممارسة الأنشطة الاقتصادية. ولكن النشاط الاقتصادي اللي مارسه الإنسان في البداية كان بدائي، زي الصيد والزراعة والرعي وتربية الحيوان. مع مرور الزمن وازدياد عدد السكان بدأت تتنوع الأنشطة الاقتصادية، وصلنا لأعلى نشاط اقتصادي وهو النشاط الصناعي المتطور اللي موجود ومتركز عندي في الدول المتقدمة. أول نشاط هنتكلم عليه في وحدتنا دي هو نشاط الزراعة. الزراعة عرفها الإنسان منذ حوالي 5000 سنة، وعرف معاها الاستقرار في الأراضي الخصبة، وخاصة الأراضي اللي كانت حول ضفاف الأنهار، زي ما كان في مصر عندنا الاستقرار حوالين نهر النيل ودلتاه، وكمان عندنا العراق وجود نهري دجلة والفرات. فالإنسان استقر حوالين ضفاف الأنهار. هذه معلومة لازم نعرفها، إن النشاط الزراعي انتشر في كل قارات العالم والدول تقريبا، وبيعمل به عدد كبير من السكان. هنبدأ مع بعض نتعرف على أهمية النشاط الزراعي. النشاط الزراعي يعتبر نشاط اقتصادي أساسي في العالم، اولا لانه بيمثل عندنا مصدر رئيسي لغذاء الانسان، اكلنا كله معتمد على النشاط الزراعي. كمان بيرتبط بالنشاط الزراعي تربيه الحيوان. عندي كمان ان النشاط الزراعي بيهمني في ان هو بيكون ماده خام لبعض الصناعات، زي ما عندنا بنحصل على محاصيل الالياف اللي هي القطن والكتان والجوت اللي بيخشوا في تصنيع المنسوجات. عندي قصب السكر والبنجر بنصنع منهم السكر. عند المطاط بيدخل في صناعة إطارات السيارات. يبقى السؤال ده يجينا بين تفسر أهمية عندنا الزراعة على مستوى العالم، أو ليه يعتبر النشاط الزراعي نشاط أساسي. هرد أقول يمثل مصدر رئيسي لغذاء الإنسان، ترتبط به تربية الحيوان، مصدر مهم من المواد الخام اللازمة للصناعة، وبكده يبقى أنا عرفت أهمية النشاط الزراعي. الزراعة عندي تنقسم في العالم إلى نوعين. النوعين تنقسم ليهم الزراعة عندي، أول حاجة عندي الزراعة البسيطة، ثاني حاجة الزراعة المتقدمة. يبقى أنا عندي نوعين أساسيين، الزراعة البسيطة والزراعة المتقدمة. نركز إن الزراعة البسيطة بيسموها ساعات الزراعة البدائية. الزراعة المتقدمة عندي تنقسم لنوعين، الزراعة الكثيفة والزراعة التجارية والعلمية. نبدأ في البداية بالزراعة البسيطة. هنتعرف في البداية على خصائصها. الزراعة البسيطة أول حاجة بتقوم في مساحات ضيقة وبعيدة عن بعضها. مساحة الأرض تبقى ضيقة، ومش شرط الأرض دي بتكون متجمعة حوالين بعض، لا ده ممكن تكون متباعدة عن بعض. يبقى أول حاجة تقوم في مساحات ضيقة وبعيدة عن بعضها. تاني حاجة عندنا بتقوم بها عدد من قليل من السكان المقيمين في المنطقة دي، وأغلبية الزراعة دي ظهرت في المناطق المنعزلة البعيدة. كمان هنلاحظ إنه بيستخدموا فيها أدوات بدائية وبسيطة، أدوات بدائية بسيطة. كمان الزراعة دي بيكون الهدف الأساسي منها بس إن هم يوفروا الاحتياجات الغذائية للسكان، مجرد إن هم يأكلوا نفسهم، مش عايزين حاجة تانية، مش الهدف منها خالص ان هم يبيعوها لحد ولا يصدروها لاي مكان تاني. اماكن الانتشار عندي هنلاحظ ان هي موجوده في المناطق الحاره على هوامش الغابات الاستوائيه، وكمان هلاحظ ان هي متوفره في مناطق حشائش السافانا. الكلام ده واضح معايا هنا على الخريطه زي ما احنا شايفين اماكن الوقوع بتاعها. اكتر حاجات بتيجي عندنا في الامتحانات المنطقه دي وكمان المنطقه دي، ويجي هنا ويسالك ويكتب مثلا، يقول لك هنا اكتب نوع الزراعة، او واحد زراعة نقط، فانت هتكتب ان هي ايه، البسيطة او البدائية. طب بالنسبة للمحاصيل المنتشرة في المناطق بتاعت الزراعة البسيطة او البدائية ايه هي؟ عندي 4 محاصيل. عندنا حاجة اسمها اليام، وحاجة اسمها طبعا الذرة، عندي حاجة اسمها الكزافة، وحاجة اسمها طبعا الموز. يبقى عندي 4 محاصيل رئيسية في البسيطة، اليام، الكسافة، اليام والكسافة، الذرة والموز.
بكده نكون خلصنا كلامنا عن الزراعة البسيطة، وهنبدأ نتجه بقى للزراعة المتقدمة. وأول نوع معانا هو الزراعة الكثيفة. الزراعة الكثيفة يعني هي زراعة الأرض أكثر من مرة في العام، زراعة الأرض أكثر من مرة في العام لإشباع حاجة السكان المحليين من الغذاء. أنا بزرع الأرض أكتر من مرة في السنة عشان أكفي احتياجات سكان الدولة، وبتوجد عندي في الدول الكثيفة السكان يعني كثيرة السكان، يبقى بيتم فيها الزراعة بشكل مكثف، وبيكون الزراعة أكتر من مرة في العام بأكتر من محصول. الهدف الأساسي زي ما قلنا إن أنا أكفي احتياجات السكان المحليين سكان الدولة. قلنا الزراعة دي ليها خصائص. أولا نلاحظ إن في صغر في مساحات الحقول الزراعية، الأراضي الزراعية اللي موجودة صغيرة، عشان كده هيبقى صعب إن أنا أستخدم الآلات والماكينات الزراعية، وفي نفس الوقت هضطر أستخدم عدد كبير من الأيدي العاملة، لأن أنا عندي أكتر من عملية بتتم في الزراعة زي بذر الحبوب والري وتنقية الحشائش. يجي لي هنا سؤالين، السؤال الأولاني يتطلب عندي الزراعة الكثيفة عدد وفير من العمال، هقول إن بيتم من خلالها عدد كبير من العمليات زي بذر الحبوب والري وتنقية الحشائش. يجي السؤال التاني، ما النتائج المترتبة على صغر مساحة الحقول الزراعية أدى إلى صعوبة استخدام الآلات والماكينات الزراعية؟ هتتم عندي الزراعة دي في المناطق الحارة والمعتدلة، المناطق الحارة والمعتدلة زي ما احنا شايفين هنا على الخريطة أماكن توزيع الزراعة الكثيرة. أهم المحاصيل، هنلاحظ إن المحاصيل هي محاصيل أساسية في حياتنا زي القمح والأرز والقطن. القمح والأرز والقطن، بكده بنكون خلصنا الزراعة الكثيفة. نتجه لتاني نوع من الزراعات المتقدمة وهو الزراعة التجارية والعلمية، وبيقولوا عليها الزراعة الواسعة. الزراعة دي نظام زي ما قلنا حاجة اسمها الزراعة الواسعة، وبتهدف لإنتاج تجاري ضخم. أنا بزرع في أماكن كبيرة واسعة، والزراعة دي هدفي منها هو التجارة، إن أنا أبيع. طبعا عشان كده هيبدأ يتم زي ما قلنا المساحات الكبيرة الواسعة اللي بيزرعوا فيها دي عشان يحصلوا على أكبر كم من الإنتاج، بيستخدموا فيها الآلات الزراعية والطرق العلمية الحديثة. وطبعا النتيجة لاستخدامهم الآلات الزراعية والطرق العلمية الحديثة هتقل عندي هنا التكلفة، وهيقل عدد العمالة الزراعية. يبقى أنا هنا ما بشتري الآلة مرة واحدة، فتكلفتها في أول مرة هتبقى كبيرة، بعد كده خلاص أنا مش هتكلف تاني. يبقى أنا بقلل التكلفة وبقلل كمان عدد العمال، يعني أنا ممكن أحتاج 3 أو 4 هما اللي يبدأوا يحركوا الآلات، لكن أنا مش محتاج بالكم عدد عمال كبير في الأراضي. يبقى أنا هنا نتيجة لاستخدام أحدث الآلات الزراعية والطرق العلمية قلت التكاليف وقلت العمالة الزراعية. لاحظ إنها بتتواجد في بعض المناطق الأساسية زي فين؟ هنشوف إن هي موجودة عندي في الولايات المتحدة الأمريكية، وبتشتهر عندي الولايات المتحدة الأمريكية بإنتاج القمح والقطن. القمح والقطن، هنلاحظ برضه إن هي متواجدة عندي في أوروبا، أوروبا عندي بتنتج في المنطقة ديت عندي إنتاج القمح. عندي كمان موجودة في الجنوب الشرقي لجنوب شرق آسيا، وهنا في مزارع عندي الشاي والمطاط. يبقى لاحظنا الولايات المتحدة الأمريكية قمح وقطن، عندي جنوب شرق آسيا مطاط والشاي، وعندي أوروبا لاحظ فيها إنتاج القمح. كل الكلام ده متواجد عندي في الزراعة التجارية والعلمية. بكده بنكون خلصنا الجزء الأول من درسنا، نتقابل في الجزء الثاني.